شيء تحمدوا لي بالسلامه، وعكه صحيه، التهاب بالاذن بالطبله، والحمد لله بدات تعدي على خير. وابشركم الولد السعودي اللي فيه ضمور بالعضلات تواصلوا مع اخواننا في دبي وطلبوا جوازاتهم ودز الجوازات وناطر التذكره، واول ما يوصل دبي ان شاء الله بطق تذكرتي انا واروح اسلم عليه واطمن عليه. الغريب والكبير عندي ان قيمه علاج هالولد 4 مليون درهم اماراتي، يعني اكثر من ربع مليون دينار كويتي، 300 الف وشيء. وهذا يدل ان واثبت لي ان اللي يتابعوني مو ناس عاديين، سواء في الامارات ولا كل دول الخليج. الله يجزاكم خير وفي ميزان حسناتكم، وما زال ما يبي يقول اسم المتبرع، لكن الله يجزاك خير عنا وعنك. الف سلام الغالي، بسم الله عليك، من طبلة اذنيك ومن كل شيء ان شاء الله محروز. بسم الله عليك الغالي، بتشوف شر كله ولا انت بعد. اي والله العظيم، وسلم لي على ابوك وعلى اخوانك وعلى ربعك وعلى متابعينك، يا اغلى انسان يا الحبيب، الله يعطيك العافيه. قول امين. إيه هذا عاداش بس هذا عرفوه له ولا اليوتيوب من يتكلم على هذيله طقوه. بس هو كنا تعبان مريض، هو مريض صدق والله. هو الله لا يبليكم، هذا مو مال حمام سباحه. ها بالسفره راح حمام سباحه ودش الماي ما راح اوقف. صار لي اسبوع بالبيت تعبان، مالي خلق. الوحيد اللي يغير المود انت، بروح اويهك ظلمه. ايه وتحط ايه ايه ترى انا لقاح فايزر معاك. هوك اخوك لقاح صيني. صيني هم زين. اي زين، ذكرنا خوش دقرا يا مان. ليش؟ ننحجر، ما في سينما، ماكو مسرح يا اخوي. احنا طاقين ومحجورين، احنا طاقين فايزر ومحجورين. انت معاي محجور؟ كلنا محجورين، ديره كلها محجوره. تشرفت يا حبيبي. الله يسلمك.